ولما كانت الليلة الثامنة بعد العاشرة رحلت عن الديار كل الضباع الماكرة، فبقاؤها عند القهريار فكرة خاسرة. فلا فيه حب الدنيا ككثير من الأباطرة، فتأكل الضباع الرعية وترشيه بحلة فاخرة، ولا الضباع نوت تنصلح وتقتفي مآثرة. ولما عم السلام والعدل ويأس كل متسلق ووعل، آب قهريار إلى قصره وتأمل في تحديات عصره، ونادى قهرزاد كي تحكيه قصصا من زمن لم يحيا فيه، وكيف عاشت أمم سابقة بين العدل والظلم. فقصص قهرزاد تأخذه من الواقع إلى الحلم. قصة الليلة يا مولاي محزنة كصوت الناي. ويحك يا قهر، لما الحزن ولديهم مهر؟ الفساد يا مولاي صنوه القهر. ما أكثر قصصك عن فساد ذلك الوالي، ألم يثر الناس عليه بعد بسبب سوء الأحوال؟ الناس في عصره كانوا أصنافا كثيرة، الشجعان في السجون أو مشتتون في بلدان كثيرة، وعامة الناس يعيشون على الحصيرة. والمنتفعون إنهم في كل عصر موجودون. نعم، كانوا في فخفخة ورخاء، واحترفوا مهنة الرياء، سبوا فقر الناس واحتفوا هم بالثراء. الرقابة. الحكماء يا أختي، أقصد الحكماء. حين اشتد على الناس الوباء وعلقوا خارج الحدود في كافة الأنحاء، وافتضح حكمه في كل الأرجاء، أعاد بعضا منهم إلى حجر يثير الرثاء، أو كار أبراس، وأخذ منهم كراء. وما هو الكراء؟ إيجار يا مولاي لسكن هو ذاته الوباء. بئس الحكم، بئس الأداء. وماذا عن المنتفعين؟ هل كان منهم عالقين؟ نعم، بعضهم كانوا عالقين، لكنه أعادهم في طائرات مكرمين، واختصهم بقصور تحوطها الرياحين، وأغدق على ذويهم طعاما وشرابا وفاكهة من تين، وما بهم من ميزة إلا أنهم من المنافقين أو ذوي المنافقين، فهذا ينتمي لعائلة التطيب، وذاك لم يتعلم لكنه أديب، والقاسم المشترك أنهم أساتذة في التهليب. يا للتخريب، يا مسرور! ما أنت فاعل يا مولاي؟ أسير إليه في ألف سيف وقلم، وأقتحمن حجره ولو كان في رأس علم، ولا أجبرنه على الإنصاف مع الناس وإقامة العدل بينهم بميزان حساس، أو ليرى مني ما يجعله يحتاس. حلمك يا مولاي فذاك كان في زمن بعيد، وأي تشابه في الأقوال والأفعال لا يعني أن ذاك هو البعيد. الزمن البعيد، إذن فأنا سعيد سعيد، لأن ذلك ليس في زمني بل في الزمن البعيد. عيناي تفطلان، أذناي تقولان إن الديك على وشك الصياح. ولما اطمأن قهريار وارتاح، وعلم أن الشعب مهيض الجناح، لا يعيش في زمنه بل في زمن راح، سكن غضبه ورضي بالمتاح، لكن قلب قهرزاد ما استراح. فجل حكاياها تؤلمه وتثخنه بالجراح، فأنى لها بحكايات مليئة بالأفراح، وبينما تتفكر إذا بصوت صداح. أصوت كروان هو؟ لا، بل الديك على بالصياح.